على فكره احنا سايبينكم تتكلموا ومش راضيين نتدخل لحد دلوقتي. اه بنجيب اخركم يعني، بس واضح جدا يعني ان احنا مش حراميه واكيد ملناش في شغل العصابات ده. وبعدين ايه شغل فيلم الجزيره ده؟ رجاله وسلاح ولغه، احنا مش فاهمين منكم حاجه، ما تنزلوا بالترجمه عشان نقراكم. ايوه بصراحه اوفر قوي الشغل اللي انتوا عاملينه ده. وبعدين واضح جدا ان احنا ما نعرفش الناس اللي انتوا بتتكلموا عليهم دي، احنا عايزين نمشي. اه والله رديك يا حاجه بروزه من الجزيره، خلينا الحمام الاول. خلصتوا ولا لسه المكنه شغاله؟ لا خلصنا. عايز اعرف حاجه واحده، انتم مين واللي جابكم هنا وترميتوا علينا ليه؟ انا اسمي تغريد وهي اسمها شيماء. وبعدين هو احنا في سرايا النيابه هنا يا ماما الحاجه، سين وجيم واسمكم ايه وعنوانكم ايه وسنكم كام سنه؟ مفيش مشكله يا شيماء عادي، مفيش مشكله. بصوا احنا كنا تايهين وجينا المكان ده بالغلط، بس احنا ما نعرفش حضراتكم وانا لا اعرف الناس التانيين، احنا عايزين نمشي. وشيماء مش ضروري خالص انها تدخل الحمام، هي تتصرف على نفسها. اتصرف ازاي يعني؟ يلا خلاص هي هتدخل الحمام الاول وبعد كده هنبقى نمشي. يا تخشوا مطرح ما تخشوا وخلصونا بقى. اهدى، على اي حال انتوا ضيوفنا واجب علينا اكرامكم. ما جايبك من غير تحقيق ولا محضر، انتوا شكلكم وراكم حوار تجيل واحنا شايلين معاكم لو حبيتوا. تجيل قوي والله. يا شهد يا قمر، خدوا الهوانم واحسنوا ضيافتهم. يا بابا الحاج احنا مش عايزين نتضايف ولا نعمل، عايزين ندخل الحمام ونمشي. هو برسوم. انا جعانه عايزه اتضايف. مفيش مشكله، احنا هنقبل الضيافه عشان ما تحسوش بس ان احنا رفضنا الدعوه. هنقعد ناخد حاجه خفيفه كده ابيتايزر سريع ونمشي. والبهايم اللي بيجروا ورانا لو جم يقفشونا، احنا عايزين ندخل الحمام ونمشي. واحنا مش هنسيبكم تمشوا في قصاص الليالي وانتوا بنتين لوحديكم، مش هنبقى مطمنين عليكم. لا معلش يعني ايه مش هتسيبونا نمشي؟ هتقعدونا يعني غصب عننا؟ هو انت تعرفش احنا مين ولا ايه؟ ما تقولوا يا شيماء احنا مين؟ احنا مين؟ لا مش عارفين انتوا مين ولا انتوا عايزين تعرفونا، وقلنا مين مش وقت تعارف. لكن الدغري منه ان احنا لازم نرسل. انتوا الاثارات دي جبتوها منين؟ ووجعتوها من المعلمين الكبار كيف؟ وكنتوا هتتصرفوا فيها ازاي؟ اهدى يا صالح. شوفي يا بنت انت وهي. صالح ابني عايز يفهمكم ان انتم تاخدوا مراحتكم كانه بيتكم بالظبط، وتاخدوا الغصب بالرضا، بس انتم ما بتسمعوش، انتوا بتتكلموا بس. احنا لازم نعرف طريقكم ايه، اوله من اخره، احنا مش اي عيله يعني، ودخلتوا علينا لابد نعرف داخلين بشر ولا بخير. علشان كمان قبل ما تجيبوا سيرتنا بالوحش نقطع سيرتكم من الدنيا خالص. انا مش فاهمه منك حاجه يا ماما الحاج، ما تجيبي شويه فلوس من اللي قدامك دي، هي دي فلوس حقيقيه؟ اهدي ما جايبك. طب خلاص هدخل الحمام وبس. دخلهم الحمام. الحمد لله. يلا يا بنتي.